طبعا أودت شومر مديرة العلاقات العامة في مستشفى العائلة المقدسة في الناصرة، واليوم حملة توعوية بالتعاون مع موقع بكرة في مركز صحة الثدي عن سرطان الثدي وفحص الميموغرافيا. احكي لنا شوي. في الحقيقة مستشفى العائلة المقدسة شغلته من الشغلات الأساسية عنده لما فتح مركز صحة الثدي إنه يهتم في التوعية المبكرة ومن خلال طواقمه الطبية المتعددة الكفاءات ووصولا إلى قسم علاج الأمراض السرطانية. فمزبوط شهر 10 إحنا دائما منشارك جمعية مريم، منشارك كل المؤسسات اللي بتدعي للوعي المبكر وللكشف المبكر والوعي بخصوص سرطان الثدي. وفي هاي المرة كان في تعاون إيجابي جدا بين مستشفى العائلة المقدسة وموقع بكرة، وبعتقد لأنه مؤسسة ورئيسة وصاحبة موقع بكرة هي سيدي، في الشك أنه هذا الموضوع بيساعد، لأنه في الآونة الأخيرة عم نسمع عن الكثير من الإصابات السرطانية وجزء كبير منها ونسبة عالية منها حسب الإحصائيات اللي نشروها المراكز العالمية والأطباء وقلة الوعي للكشف المبكر. فبتأمل أنه يكون عندنا كل شهر لقاء توعوي على مدار السنة، مش بس في شهر 10 اللي هو الشهر العالمي، ومنحيي من هون كمان إضاءة المواقع باللون الزهري لجمعية مريم اللي دايما بتتعاون معنا في عدة فعاليات، ومنحيي موقع بكرة ومنقدم لكم الشكر الجزيل لأنه من خلالكم ممكن نوصل لأبناء مجتمعنا حتى يقوموا بالفحص المبكر. وبالمناسبة قبل سنتين كمان أهل المنطقة كلهم تجندوا لمساعدتنا، عملنا عشاء خيري وجمعنا ثمن ميموغرافيا ثلاثية الأبعاد اللي هي من أحدث الميموغرافيا الموجودة، لكشف زي ما قالت أمال شليان الأخصائيات الميموغرافيا والرنتجن إنه من أبسط العلامات ببدو يشوفوا من خلال الميموغرافيا، وفيش اشي بوجع. بدعي كل نسائنا والله يعطي الصحة لكل ابناء مجتمعنا رجال ونساء واطفال. وشكرا اصغر كتير، احنا للأسف عم نشوف صبايا سيدات عمر صغير نتيجة عدم توعي، يعني يمكن تحس دغلي بقول هاي ولا اشي دهن، مين قالك دهن؟ قبل ما تقرر شو هي تعرف حصيها، تعرف حصيها. فمشارك مش أخذ وقت كتير، بشكركم كتير. احنا رايحين نكمل في حملات التوعية. شهر اكتوبر هو شهر مش بس انه ندوي في شارع او بالعين بالظهر، هذا حلو كتير، هاي فعالية كتير حلوة لجميع بكرة، ونشكرها على هذا الوعي اللي قامت فيه، ولكن كمان مهم انه نبث التوعية في مجتمعنا. شكرا. طبعا وما اجت المريضة، مش المريضة، الست البريئة، مش مريضة، ما بدنا انه يعني المريضة بتحس هالقد تيجي زي واحد امبارح وقت امبارح عملت العملية 9 سنتيمتر عمرها 39 سنة. شو ايش يعني ممكن الطب يسوي؟ اذا ما اجت المريضة او الست من جيل مبكر لا فحص الدم او الفحص العيادي احنا نعمل، بطلنا نحكي عن الفحص الدم، نتيجة تفحص نفسها عند الطبيب في اطار العيادة اللي في هاي واحد من عشرات العيادات، يكتشف ساعتها المرض متأخر على الاطلاق، يكتشف المرض متأخر. اذا المريضة اكتشفت نفسها السرطان بجوش كبير، وهذا الخطأ اللي وقعنا فيه من 86 لحد ما كان لما قال عن شعار انه يا مرة افحص نفسك في البيت، علمنا وفي المنقول هذا ما خطأ، ولكن هذا وقعنا فيه مشاكل. صارت المرأة تفكر انه هي البروفيسورة في البيت هي اللي بتعرف، ولما تحس بالدرجة الكبيرة تيجي بيكون صار الدرجة واحد بوت هي من امراض السرطان او وفيات السرطان، واللي هي السمنة، عدم تناول فواكه الخضرة بشكل كافي، قلة النشاط الجسدي، الاكثار من تناول الكحول وتعاطي الطبيب. الجسم بيحتاج الى طاقه وبيحتاج لمواد اضافيه اخرى عشان يقدر يشتغل كيف لازم، عشان يقدر يحافظ على ادائه اليومي كيف لازم بشكل سليم وصحي.
هاي العناصر احنا بناخذها من المجموعات الغذائيه اللي بنتناولها. في هنا اغلبكم اكيد سامعين عن الهرم الغذائي، طبعا في كل دوله لها هرم تابع لها. هذا الهرم اللي شايفينه انتم هو الهرم التابع لدوله اسرائيل، كيف احنا عاداتنا الغذائيه اللي بناكلها. مش راح اجي بكثير بالتفصيل احكي عن الهرم لانه لقدام بدي احكي لكم عن جد الشغلات الاساسيه والمهمه. المجموعه الاولى بس هي مجموعه السوائل. جسمنا احنا بشكل يومي جسمنا بشكل يومي بيفقد أبو 2 لتر سوائل باليوم عن طريق التنفس، عن طريق التبرز، عن طريق العرق. احنا بنعرق، فاحنا المفروض نرجع هاي كمية السوائل اللي سنن نعودها، لانه السوائل هو عامل جدا مهم بجسم الانسان. اذا انه 75% من جسمنا بيحكي عن سوائل، وله وظيفة مهمة انه بحفز جهاز المناعة، بيساعد على حركة الامعاء اللي هي سليمة، فبيساعد على التخلص من السموم اللي بتنتج عن طريق الهرم، بطلعها من جسمنا، وبساعد على نقل المواد الغذائيه الى جميع خلايا الجسم. احنا بنقدر ناخذ سوائل طبعا عن طريق شرب المياه، عن طريق شرب سوائل مختلفه مثل العصائر، بس في كمان مجموعات غذائيه مثل الخضار والفواكه هي كمان بتحتوي على نسبه عاليه من الماء. لما نشرب سوائل طبعا بفضل ان نشربها بشكل تدريجي ومش نفوتها مره واحده، عشان جسمنا بيقدر يستفيد منها وما يطلعهاش عن طريق التبول. في عنا ثلاث مجموعات غذائية اللي بتزود طاقة أو إنرجيا لجسمنا اللي هو بحاجة عشان يقدر يشتغل أو يعمل أداءه اليومي بشكل سليم وصحي. المجموعة اللي بتوفر أكبر مصدر طاقة لجسمنا هي النشويات. النشويات هي موجودة بالغذاء على شكل سكر أو على شكل نشا، مثل الرز، مثل المعكروني، مثل البطاطا، مثل